انت حضرتك معاك الكتاب اللي بيشرح الحاجات دي؟ ما هي وحزين نعرضه دلوقتي للناس، والواحد انا مش عارف نعرضه ولا الواحد محرج ومتردد بصراحة، يعني اعذرونا لكن علشان الأمانة العلمية احنا مضطرين نعرضه على حضراتكم عشان تعرفوا حجم المأساة شكلها ايه، وان احنا معانا حق في ان احنا بنقضي الوقت ده والعدد ده من الحلقات علشان نركز على هذه المصيبة وبندق ناقوس الخطر فعلا. اتفرجوا حضراتكم طفلك بيتفرج او بيدرس ايه وبيدوله ايه في المدرسة. انا احب المخرج يجيب لنا كتاب رقم 7، نخلي بالنا من العنوان يا جو. It is perfectly normal. لو تبص على الكورنر upper right corner عند المثلث الأزرق اللي فوق تلاقي ده إيه؟ The sex education في public school بتاع كاليفورنيا للأطفال من 10 سنين. 10 سنين يعني قول سنة رابعة ابتدائي. أنا عايزك تشرح للمشاهد بالعربي معنى الكلام ده بالتحديد، علشان جملة خطيرة perfectly ونورمال، يعني يعني ما تتكلمش مش كده؟ ما تتكلم ولا تفتح بقى مش كده؟ يعني أنا ولو فتحت بقك بأي حاجة تبقى أنت غلطان. عايزك تقول للمشاهد اسم الكتاب إيه بالعربي بالتحديد؟ أحد أنا عارف هو برنامج غير ديني طبعًا. أوكي. بس أحد القديسين قال العبارة دي في عند اقتراب نهاية العالم. أوكي. هيقولوا للناس المتدينين انتوا ليه مش مجانين زينا؟ It is perfectly normal. بالعربي كل محتوى الكتاب دوت نورمال قوي. ما اعرفش بالعربي بيقول لي يعني جايبه بجد الاخر حقيقي طبيعي يعني بيرفكت اكتر من ده نورمال يعني طبيعي نورمال طبيعي يعني يعني ما فيش داعي للاندهاش. اصل انت تندهش للاب نورمال لكن النورمال ما تندهش، فانت ممنوع من الاندهاش ممنوع من الاعتراض، فهو بيقفل عليك السك وبيقول لك بيرفكت يعني مفيش بعد بيرفكت حاجه بقى مش كده ولا ايه؟ ده اللي عايزين نوصله من عنوان الكتاب ده. صح. ده غير بقى المحتوى بقى. الكتاب انا قريته 3 مرات. عايز تجيبه من على النت ممكن تشتريه وبيتباع، وهم فخورين ان عندنا 15 مليون نسخه اتباعت. ليه؟ لان كل المدارس فطبعا 15 مليون نسخه عادي دي طبيعي يعني. الأستاذ جو هيورينا بعض الصور، الصور دي من جوه الكتاب. كنا اتقابلنا كذا مرة، نستنى على الصور شوية. كنا اتقابلنا كذا مرة لإعداد الحلقة، وأنت حضرتك عملت ساعات من البحث واللقاءات والدراسة، وما كناش عارفين الصور دي في قناة محترمة زي دي مع أسر بتتفرج نجيبها ولا لأ؟ شيء محزن. لا انت فاكر احنا قلنا كذا مره قعدنا ترددنا كتير فيها وقلنا بلاش يعني نجيبها. طب ما انت لو ما جبتهاش المستمع المشاهد ما عرفش جواها ايه بالظبط. فالصور اللي قدام حضراتكم دي الاستاذ جو حرصا على برنامج عائلي قرر طبعا يديك احساس باللي موجود، انت ممكن تستخدم خيالك تكمل الصوره، واحنا لغينا اجزاء معينه من الصور بقدر الامكان يعني حرصا على مشاعركم وعلى اخلاقيات الاسره. فسامحونا ان احنا بنعرض الصور ديت لكن للضروره احكام، يعني المريض لازم ياخد علاج فده نوع من العلاج مش لاكتر من كده. احنا يعني متاسفين جدا ان احنا بنعرض الصور ديت لكنها ضروره. ده الصور دي موجوده في الكتاب صفحات كام دكتور دودة؟ موجوده عندي حضرتك صفحات. عارف الصفحات حافظها صفحات 14 23 56. يعني الثلاث صور اللي شفتوها دولت. اتفضل يا دكتور. 14 23 56. لو عايز تكتبهم عقبال ما يجي لك الكتاب وانطلق وبص على الصور دي صور كاملة بقى. فتخيل تخيل عزيزي المشاهد هذه الصور الخادشة للحياة بيشوفها طفلك اللي عنده 10 سنين مثلا ماكسيم يعني. فمنتظر منه ايه يعني لما يبقى عنده 20 سنة مثلا؟ وبعدين يا دكتور ايه تاني؟ اقول لحضرتك انا الصور طبعا صور بورنوغرافيك صور سكس كامل واضح صريح. الهدف في علم السيكولوجي لما عايز تعود ناس وتخدر ضميرهم بخطأ كبير قوي ابتدي وانت منتظر ان هيبقى فيه صدمة عصبية بس ما توقفش. قانون الشر يقول لك ايه؟ تستمر ما توقفش تستمر
وعرضه في كل حتة وفي كل المدارس وطلعه على التلفزيون. إلحاح. يحصل إلحاح باللغة العربية من الناحية السيكولوجية من ناحية اللاشعور. بيحصل حاجة اسمها desensitization. sensitization يجي لي حساسية. desensitization بمنع الحساسية. منع يعني نوع من الوقاية. من الوقاية بالنسبة لهم هم يعني. بالنسبة لهم هو. آه. وبالنسبة للناس اتخدروا خلاص. بنجناهم. بنجناهم. الضحية بنجناها احنا خلاص بقى. نسوء احنا بقى نعمل اللي عايزينه دلوقتي. desensitization. فالصور دي اللي انت حضرتك يعني كنت متردد والاسباب طبعا فهمها انا. واسباب سليمة. ولكن ده اللي بيتعرض ليه الطفل. عارف بقى اقول لحضرتك انا مشكلتي كانت اكبر من الصور. الا وهي. ايه مشكلة حضرتك. بس شوف ازاي بيلعبوا باللا شعور. هات الطفل اخطف عقله من بدري. شكله. المدرسة بتقول له ده بنشرحها في الفصل. قريت الكتاب مرتين انا. اكشو ثلاث مرات. كلمة زواج. ايوه. مالها. لا توجد. الله. امال الصور دي ما بقول على اساس ايه. لا بوي فريند جيرل فريند. فاجينال سكس. فري سكس. اينال سكس. بيشرحوا للطفل. اوكي. هوموسيكشوال فاميلي. يا. مفيش كلمة مارج. مفيش كلمة مارج خالص. يعني الموضوع ده مش بالضرورة يكون يو ميك لاف. يو ميك سكس. كوندوم. استخدمه ازاي. في صور. لسه ما رضيتش اجيبها. ما رضيتش اجيبها. للدرجة دي. ما رضيتش اجيبها. نوعي الطفل. يعني بيعلموا الطفل كيفية استخدام الواقي الذكري. طفل. تخيلوا. احنا طبعا يعني بنقول كده واحنا متأزمين ومستائين زي ما حضرتك قلت. ولكن الهدف احنا مش نستاء ولا ننبسط. احنا هدفنا الحلقتين هدفهم حماية الطفل، زيادة توعية الوالدين والأسر والمدرسين والمربيين على الكلتشر ماشية ازاي. حتى لو انت مش واخد بالك ان ده بيحصل. يعني زي ما حضرتك قلت ايه جرس. ايه جرس؟ انذار. جرس انذار. بنقول لك ده موجود. فانت من حقك تشوف ايه اللي في المدرسة وتسأل ابنك وبنتك وتقابل المدرسين تاخد قبي لو مسموح لك او لو مسموح لك ان انت ما يحضروش لو انت مش عاجباك الماتيريال تطلب ان هم ما يحضروش. ولازم المشاهد الاب والام يعرف حجم المشكلة ما يستهونش بيها. يعني انا ده جرس انذار عشان نقول لهم خدوا بالكم الموضوع مأساوي. مش مجرد ان احنا ندور انفلونزا وهيعدي. لا ده اكتر من سرطان. فيعني دي الفكرة ان احنا عايزين نأكد لكم ان الموضوع خطير. جد خطير. انتبهوا وركزوا معانا. ارجوكم حاولوا تستفيدوا من الحلقة دي. احنا مش جايين ندلعكم ولا نهزر معاكم ولا نضيع وقت معاكم. احنا جايين نعرض عليكم مشكلة تستحق الالتفات والانتباه الكامل. ولادكم امانة في رقبتكم. دفعوا عنهم. ايوه دكتور. شيء محزن صحيح.